البيت يحتاج إلى ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء. يحتاج أن نقرأ صفحة من القرآن كل يوم، كل يوم نقعد مع بعض، اسمعوا يا أمهات ويا أباء، اسمعوا والله اسمعوا، نجلس مع بعض فكل واحد يقرأ صفحة من القرآن. صفحة القرآن تحتاج دقيقتين على الساعة، على الساعة دقيقتين. ونقرأ حديث من أحاديث رسول الله، افتح رياض الصالحين، قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسان يديه. صدق رسول الله، سكر الكتاب خلصنا صفحة قرآن وحديث. ويحتاج إما استغفار أو صلاة على رسول الله 100 مرة. والله الذي لا إله غيره أن الله سيطرح البركة في المال والعيال والبيت والطعام والشراب. طبقوا طبقوا يا أمة محمد، سيطرح الله البركة، سنجد البركة في المال والعيال والبيت والطعام والشراب. ما شاء الله.